اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الجبهات المسانده وبالتحديد عن لبنان وبالتحديد اكتر عن حزب الله. وفي 24 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو استهدف 5 مواقع على الحدود اللبنانيه الفلسطينيه. المواقع دي تابعه للجيش الاسرائيلي واستهدفها بالصواريخ الموجهه وبالمدفعيه الثقيله. وفي نفس اليوم ردت اسرائيل بقصف مدفعي طال نفس البلدات اللي حصل منها القصف الخاص بحزب الله، وقصفت نفس البلدات بقنابل فوسفوريه، مع ان القنابل الفوسفوريه دي المعروف عنها ان هي محرمه دوليا. وفي نفس الوقت نفس المواقع دي قصفتها اسرائيل بمسيره تابعه للجيش الصهيوني. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله عن مقتل 9 من مقاتليه بسبب الهجمات اللي قام بها الجيش الاسرائيلي. وفي يوم 25 تشرين الاول قصف الجيش الاسرائيلي بلدات ومواقع تابعه للدوله اللبنانيه، وبيعتقد ان المواقع دي هي مواقع تجمعات لحزب الله. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان هو قدر يوصل ويستهدف سكنات عسكريه تابعه للجيش الاسرائيلي على الحدود بين لبنان وبين فلسطين، واستهدف المواقع دي بالصواريخ الموجهه. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في 5 من المقاتلين لقوا حتفهم، وده بسبب الهجمات اللي حصلت بين الجيش الاسرائيلي او بين الجيش الصهيوني وبين حزب الله. وفي يوم 26 تشرين الاول قام الجيش الاسرائيلي بقصف عدة مناطق حدودية تبع الدولة اللبنانية وتبع الجيش اللبناني، وقدر الجيش الاسرائيلي ان هو يستهدف برج مراقبة تابع للجيش اللبناني. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في 3 من المقاتلين الخاصين به ماتوا بسبب الهجمات اللي قام بها الجيش الصهيوني. وفي يوم 27 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو استهدف عدة مواقع للجيش الاسرائيلي، ولاول مرة الجيش الاسرائيلي اعلن ان في خسائر كبيرة جدا حصلت بين صفوفه بسبب ان المواقع دي كانت تجمعات للجيش الاسرائيلي، وقدر حزب الله ان هو يستهدفها بالصواريخ الموجهة. ورد الجيش الاسرائيلي في نفس اليوم ان هو قصف عدة بلدات حدودية تبع حزب الله وفيها بعض التجمعات، او يعتقد ان فيها بعض التجمعات لمقاتلين حزب الله. وفي يوم 28 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو قصف واستهدف عدة مواقع للجيش الاسرائيلي بالصواريخ الموجهة. في نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي بقصف بلدات ومدن حدودية بيعتقد ان فيها تجمعات لحزب الله. وفي يوم 29 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو استهدف عدة مواقع بيعتقد ان هي تابعة للجيش الاسرائيلي، بالاضافة ان الجيش الاسرائيلي اعلن عن عدة خسائر بين صفوفه نتيجة القصف ده. وفي نفس اليوم ردت اسرائيل ان هي قصفت عدة مواقع تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان. وفي نفس اليوم اعلنت كتائب القسام ان هي قصفت عدة مستوطنات تابعة للجيش الاسرائيلي بالصواريخ الموجهة. وفي نفس اليوم اخترقت مجموعات تابعة لسرايا القدس السياج الامني بين اسرائيل وبين فلسطين، واشتبكت مع مجموعة من الجيش الصهيوني. في نفس اليوم اعلن حزب الله ان في 1 من مقاتليه استشهد او قتل نتيجة الهجمات اللي كانت بتحصل بين الجيش الصهيوني وبين حزب الله. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلامي معاكم عن سلسلة الحرب الفلسطينية الاسرائيلية، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.